اهلا يا يار، ازيك؟ الحمد لله، تمام. مستعدة؟ جاهزة الامتحان؟ للامتحان ولا عندك مشكلة؟ جاهزة للامتحان ولا ايه؟ ايوه تمام. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحل سوا. يلا نبدأ بالقراءة. ابدأي كده اقري. مسو هو الامتحان بعد الحصة دي؟ مش مسمنيه، بعتت الجدول قالت الساعة 6 بتوقيت مصر صح؟ توقيت مصر 6، بس توقيت السعودية 9. ايوه نفس الوقت. تمام، بس هو مش المفروض دلوقتي الامتحان؟ لا الساعة 7، مش مس قالت الساعة 7؟ لا، 6 المفروض. ماشي الساعة 6، الساعة 5 دلوقتي. هي مس قالت الساعة 6 ولا الساعة 7؟ ثواني بس. خلاص، تمام، فهمت. لا اتأكدي بس عشان الناس خايفة أكون متلخبطة. أيوة، صح. تمام يلا هنحل مع بعضينا. يلا يا يسرى اقري كده. تمام، ممكن بس رقم الصفحة؟ ما أنا مش عارفة هي هتبقى عندكم. ده الكتاب التاني مش الأولاني، الصفحة رقم 178. الكتاب التاني مفهوش صفحة 178 أصلا. الكتاب التاني مش اللي هو بتاع الامتحانات؟ أيوة، مش فيه، يعني هو آخره صفحة 134. خلاص خليكي معايا هنا، خلاص، تمام. خليكي معايا. ممكن بس حضرتك، تمام، خلاص. الزلزال ظاهرة طبيعية، وهو عبارة عن اهتزاز سريع ومفاجئ يحدث في الطبقات الصخرية الواقعة أسفل القشرة الأرضية، وسرعان ما ينتقل هذا الاهتزاز إلى القشرة الخارجية للأرض، فيحدث شقوقا في الطبقات الصخرية للأرض، مما يسهل من عملية اندفاع مواد سائلة، وهي عبارة عن مصهورات من عدة معادن وصخور على درجة حرارة عالية قادمة من باطن الأرض الملتهب. أكمل؟ كملي كده. ده امتحان؟ من المعروف. لا لا هنحل سوا بس الراجل لغاية ما الامتحان، يعني نحس قبل الامتحان نحل، ما ناخدش حاجة جديدة. ومن تمام. المعروف أن الكرة الأرضية لم تتشكل بوضعها الحالي خلال مدة محددة من الزمن، لكنها في حالة تغير مستمر بسبب طبيعة تكوينها وطبيعة حركتها، فكثيرا ما تحدث تغيرات في التركيب الصخري للأرض، فينعكس ذلك على سطح الكرة الأرضية على شكل بركان طيب واحنا خزفية. خدنا ايه المرة اللي فاتت؟ خدنا النص. نص النثر. طيب ما خدناش واجب عليه؟ مش خدنا واجب احنا عليه؟ اصلا كان فاضل لنا في اخر فقرة. ماشي بس خدنا واجب عليه. طب يلا كمان. تمام، ما تحدث تغيرات في التركيب الصخري للأرض، فينعكس ذلك على سطح الكرة الأرضية على شكل بركان أو زلزال، ولهذا حكمة ربانية بأن هذه الظواهر تعيد التوازن لجسم الكرة الأرضية، ودرجة الحرارة باطن الأرض وراء حدوث الزلازل والبراكين، فمن المعروف أن درجة الحرارة باطن الأرض عالية جدا، فتؤثر في حركة الصفائح التكتونية التي تشكل جسم الكرة الأرضية، ومن ثم تنشأ التفاعلات حبيبة بباطن انت الأرض. جديدة معانا يا حبيبة؟ حبيبة انت جديدة معانا؟ كملي يا ياسر، كملي يا ياسر. فتسبب حدوث الزلازل والبراكين، وتندفع من فواهة البركان مصهورات كبيرة جدا تتجمد على سطح الكرة الأرضية، وهذا يؤدي إلى تحريك مواد أخرى لتحل محل المواد الخارجة من باطن الأرض، مما يسبب الزلزال، على الرغم من أن أي بقعة في العالم داخل البحر أو على اليابس معرضة لحدوث زلزال أو براكين أو بركان أو بركان، إلا أن هناك أماكن تكون معرضة أكثر من غيرها لحدوث هاتين الظاهرتين،
ويعود ذلك إلى التركيب الجيولوجي القديم التي تكونت على أساسه هذه المواقع، أو إنها تكون مواقع حديثة التكوين لم تصل ثواني أو إنها تكون مواقع حديثة التكوين لم تصل طبقاتها الصخرية لدرجة الاستقرار والثبات كما هو الحال في الجزر التي تنتشر في المحيطات. يلا أول سؤال، من ثم، معنا من ثم ثواني من ثم مش من ثم، من ثم. ثواني فقرة ثالثة، من هنا من هنا صح. ثم غير ثم، ثم دي ظرف. تمام، تمام. يلا يا رب. يار معايا يار، ايوه تمام. يلا هاي السؤال اللي وراه. كلمة لكن كلمة لك حرف في ايه؟ والله الإدراك حرف يفيد الاستدراك. لا مش ادراك، استدراك. لكنها حرف يفيد الاستدراك، المفروض دي تبقى ايه؟ خلاص محفوظة بقى. يار التانية بقى، انا معايا اتنين. يار التانية، يلا هنسأل السؤال. العلاقة فيحدث شقوقا في الفقرة الأولى، وسرعان ما ينتقل هذا الاهتزاز إلى قشرة خارجية للأرض فيحدث شقوقا. بعد شقوقا القدم ما قبلها إيه؟ معايا يا رب؟ بس اشرح السؤال. علاقة الجملة بما قبلها يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا قلت ان تذاكر تنجح، علاقة ما قبلها خدنا في اعدادي كتير، تنجح دي علاقة ما قبلها نتيجة. انجح او نجحت لانني ذاكرت، لأنني ذاكرت علاقة ما قبلها تعليم. دي أشهر علاقات عندي. إيه بقى؟ عندي التعليل وأدي النتيجة. التوضيح يعني شيء غامض وبشرحه. التوضيح يعني إيه؟ يعني شرح. معايا كده؟ النتيجة يكون شيء مترتب على اللي قبله. التعليل بقول لي أنا عملت كده ليه؟ أنا يعني أنا نجحت إزاي؟ ليه نجحت؟ عشان ذاكرت. تفصيل بعد إجمال. أقول الشيء مجمل وبعدين أبين أجزائه. زي حديث النبي لما قال إيه؟ اتقوا الله في الضعيفين. ده مجمل. وراح بعد كده قال لي الضعيفين دول مين؟ المرأة واليتيم. يبقى ده تفصيل بعد إجمال. فهمتي؟ فهمتي يعني ايه العلاقة؟ هي نفس العلاقات بتاعت إعدادي، هي بالظبط. فبيقول لي ايه بقى؟ وينتقل هذا الاهتزاز الى القشره الخارجيه للارض فيحدث شقوقا. تفتكري يحدث شقوقا على قدر ما قبلها ايه؟ طب تعالي الاول نستبعد الحاجات اللي تبقى غلط تماما. ايه الحاجات الاحتمالات اللي هي غلط تماما نستبعدها يا باء مش سامعاكي؟ باء بقى نستبعدها صح؟ تمام. ايه تاني هتستبعديه؟ هل دي كان في قبلها كلمة مش واضحة وهي شرحتها؟ يعني مثلا اه بالظبط كده. تمام، يبقى يا تعليل يا نتيجة. شوف الجملة دي ترتبت على اللي قبلها ولا قالت لي اللي قبلها حصل لي؟ يا اما ترتبت فتبقى نتيجه، يا اما قالت لي ليه يبقى تعالى. اقري كده وشوف.
جيم جيم نتيجة لما قبلها، صح؟ تمام. يلا بعد يارا، عايزة جمال. يلا جمال، تفهم من الفقرة الثالثة؟ أنا ظهرت الزلازل والبراكين. الفقرة الثالثة اللي بتقول إيه؟ نبص عليها سريعا، ودرجة حرارة الأرض في بطن الأرض و... تمام يلا. ها جمال معايا؟ ايوه، معلش انا جبت الفقرة تاني، معلش. تمام، هنستبعد ايه الأول؟ ليه لها علاقة تمام، بينها وبين طبيعة الأرض وإيه ده احنا نستبعده؟ وتخل بالتوازن في جسم الكرة الأرضية، تمام، وهي مش تختلف عن طبيعة الكرة الأرضية ولا حاجة، صح؟ صح؟ يبقى هي الإجابة ب بينها وبين طبيعة بينها الأرض وبين علاقة طبيعة وكده. الأرض علاقة وثيقة، يعني هي نتيجة طبيعة وطبيعة الأرض، وهي بتأثر على طبيعة الأرض، بينهم علاقة. تمام، يلا محمود، محمد اسف، يلا محمد مش موجود. مش موجود. يلا يا مين ما جاوبش، يارا ويارا طب اي سارة. مس، هو بعد الحصة دي في امتحان؟ تمام ماشي. سارة، يلا يا سارة. سؤال خمسة، يا حبيبتي، الفكرة الرئيسية للفقرة الرابعة لازم نبص عليها. هتبقى الأرض لم تصل إلى الاستقرار والثبات. بس هل دي الفكرة الرئيسية ولا دي في الآخر خالص اتقالت؟ الفكرة الرئيسية أهم فكرة في الفقرة، يعني فهماني، دي موجودة ورقم ده موجودة ورقم ألف موجودة، طب مين فيهم أهم فكرة؟ جيم جيم، التركيب الجيولوجي للأرض لا يتغير، ده دي الغلط، ده دي اللي بنستبعدها، إن جيولوجية الأرض مش ثابتة، بالعكس بتتغير. رقم ألف وباء ودال هما اللي موجودين في القطعة أو في الفقرة، أي فقرة، على الرغم من بقعة من أن أي بقعة في العالم معرضة لحدوث الزلازل، إلا أن هناك أماكن معرضة أكثر من غيرها لحدوث هاتين الظاهرتين، ويعود ذلك للتركيب الجيولوجي وإنها تكون موضع حديث التكوين. طيب بقى اللي ألف وباء ودال الثلاثة موجودين، من أهم معلومة؟ كثرة الزلازل والبراكين. انا ببص على اختيارات. ايوه صح، كثرة الزلازل والبراكين بايه، اماكن بعيده. تمام، يلا يا يسر، العنوان الانسب للمقال. طيب ثواني، طبيعة الكرة الأرضية ومتغيراتها. تمام، أو الزلازل والبراكين بين الماضي والحاضر، تعريف الزلازل والعلاقات، لا الرقم ده، الكرة الأرضية طبيعتها متغيرة، هل تغير الكرة الأرضية مرهون بالزلازل والبراكين بس ولا ممكن يشمل حاجات تانية؟ لا، هيشمل حاجات تانية. يعني كده المقال مش مغطي العنوان، المقال أصغر من العنوان، صح ولا لا؟ أنت عايزة العنوان قد المقال، فاهمة قصدي؟ تمام، بص على الرقم دال كده، باء اسفه، لا دال، بص على دال وباء. الزلازل والبراكين بين الماضي والحاضر، وتعريف الزلازل وعلاقتها بالأرض والبراكين. ها تفتكر يعني باء،
هو ما قالش وضع الأرض زمان إيه ودلوقتي إيه؟ يعني ما قالش وضع الزلازل زمان كانت إيه ودلوقتي بقت إيه، صح؟ هو اتكلم عن الزلازل، أو. هو بداية الكلام هو يعني إيه زلازل؟ بصي، الزلازل ظاهرة طبيعية، تعريف الزلازل. وبعدين اتكلم عن تمام، البراكين والعلاقة بينهم. فاهمة؟ يبقى تعريف الزلازل وعلاقتها بالأرض والبركة. بالظبط كده. يلا يا رب. تمام، هو سؤال 6 ولا 7؟ سبعة. تمام، من أين تفهم أن الأرض لها طبيعة متغيرة وملح حكمة ربانية أول متعلقة حاجة دي بالفعل؟ الفقرة اللي قالت لي إن الأرض طبيعتها متغيرة. ثواني. الفكرة الثانية، بالظبط كده. طب وايه ايه العلاقة او ايه الحكمة الربانية من التغير ده؟ هنا ما فيش اجابة صح وغلط، يعني في بيبقى موديل انسر على فكرة، بيبقى في اجابة محددة، بس انت لو كاتبة اجابة محددة او اجابة تانية غير الاجابة الموجودة في النموذج والاجابة دي مقنعة هيديكي درجتك كاملة. اهم حاجة يا شباب واحنا بنجاوب السؤال ده ما نكتبش اجابات مختصرة، اهم حاجة تفتكري ايه ممكن تبقى الحكمة من ده؟ ان الارض مش ثابتة. إن الدوار دي اللي هي بتخلي التوازن، وما سمعتكيش حبيبتي، قولي تاني معلش. إن الحكمة دي بتخلي الظواهر تعيد التوازن لجسم كرة الأرض. ان التغير ده بيعيد توازن. ماشي، ممكن صح. تمام، يلا يا يارا اقري الفقرة دي. يلا يا رب. ايه يا حبيبتي انا سامعاكي. يارا أنا ولا يارا الثانية؟ يارا التانية، يعني اللي جاوبت التانية، يعني شوف مين اللي جاوبت. يارا اللي معايا من الأول، يارا محمود تقريبا هي اللي تقرا. يلا. هاي، ماشي. بتقرا من فين؟ نعم، أقرا من فين؟ قدامك. أيوة، من أنهي حتة؟ دي حبيبتي. يا رب حبيبتي من أول مررت ليلى، ليلة أمس. مررت ليلة أمس براجل بائس، فرأيته قد ضع يده على بطنه كأنما يشكو ألم فرأيته الحالة وصلته ما بال الشكا إلى الجوع، فسأل ففتأته عنه بعد ما قدرت عليه، ثم تركته وذهب إلى
سيارته صديق له من أرباب الثراء الثراء والنعمة فإذا حشنا إني رأيت وأضع يده على بطنه وأنا يشكو من الألم ما يشكو ذلك والبائس الفقير سألته عما به فشكى إلى البطن البطنة، البطنة يعني ألم البطن. شكرا يا يارا. بعد يارا، يلا يا جمال، يلا جمال اقرا. يا العجب لو أعطى ذلك الغني ذلك الفقير ما فضل عن حاجته، ما شكا واحد منهما سقما ولا ألما. لقد كان جديرا بالغني أن يتناول من الطعام ما يشبع جوعته، ولكنه كان محبا لنفسه، فضم إلى مائدته ما اختلسه من صفحة الفقير، فعاقبه الله على قسوته حتى لا يهنأ للظالم ظلمه، ولا يطيب عيشه. أنا لا أستطيع أن أتصور أن الإنسان إنسان حتى أراه محسنا، لأني لا أعتمد فصلا صحيحا بين الإنسان والحيوان إلا الإحسان. ففتأتوا، فتأتوا دي كلمة جديدة، فتحاول نحاول نخمل يا جمال معناها ايه. فشكى إلي الجوع ففتأته عنه ببعض ما قد قدرت عليه. الهاء دي عايدة على الجوع. هو مين اللي بيقول؟ الغني ولا؟ لا المنفلوطي، ما هو منفلوطي في يوم شاف شخص غني وشخص فقير. بص انت لو استبعدت الغلط هتلاقي الصح ظهرت. طيب ثواني. سكنت وصرفت. بالظبط كده. فثأ الشيء يعني هذا الغليان، لما الميه تغلي تهدى اسمها فثأ، يعني هدي الغليان. شكرا يا جماعه. يلا يا محمد، محمد مش موجود. يلا يا سارة، حتى لا يعني للظالم ظلمه. يلا يا سارة. توضيح. لا ثواني، بيقول لك ايه؟ فعاقبه الله على قسوته. طب ليه الله عاقبته؟ حتى لا يهنأ للظالم ظلمه. التوضيح بتزيل غموض. هل كلمة عاقبه الله على قصتي كانت غامضة ولا كانت واضحة؟ واضحة. واضحة، ومش هي وضحتها، لا دي معلومة جديدة، صح ولا لا؟ يعني ممكن تبقى أيوة. واضحة مثلا ويبقى فيها توضيح أكتر، بس هي ما وضحتهاش. وضحت يعني شرحت، هي ما شرحتش، هي قالت لي ليه؟ صح ولا لا يا سارة؟ صح، هتبقى تعليل. تعديل 10/10. تمام، شكرا يا سارة. يلا يا يوسف. عالج المنفلوطي في المقال القضية التي يتناولها علاجا فرديا جذريا سياسيا دينيا. ثواني، دينية. دينيا. تمام، يلا يا يارا اللي معايا من الأول. أنا معلش، يارا إيه ويارا إيه؟ يارا محمود الجديدة صح؟ ويارا، أنا هقول يارا ويارا محمود. يلا يارا. يلا يا رب. الو، سؤال عشرة. نوع المنفلوطي للقضية في هذا المقال اعتمد على الفكر العميق غير مرتب، مواقف المفارقة، الانحياز الصارخ ضد الأغنياء، الإثارة والمبالغة. مواقف المفارقة. مواقف المفارقة، موقفين يعني متناقضين، ويعني هو شعر بالغرابة إنه يمر بموقفين متناقضين بالشكل ده، مفارقة. تمام، يلا يا محمود العنوان الأنسب. يا محمود
العنوان الأنسب للمقال إيه يا رب؟ يار معايا يارو انت رايك انهي عنوان او انهي جمله في دول تنفع عنوان المقال بتاعك؟ يارا انت موجوده يا يارا؟ يلا حبيبتي ايه العنوان اللي ينفع؟ طب أقول حاجة، هي الفقرة اتكلمت عن الثراء بس، يعني ألف تنفع ثراء بس، لا تمام، باء اتكلمت عن الفقر بس، لا لا أمال اتكلمت عن إيه؟ جيم جيم، تمام، يلا يا جمال. جمال ثاني بيدخل. طب يلا يلا سارة استنتجي علاج. استنتج عليك استنتج حلولا لعلاج الفارق بين الطبقات الاجتماعية وبين نتائج التطبيق. فاهمة يعني ايه فارق اجتماعية صح؟ لا لا عارفة يعني اللي هو الغني والفقير وكده. بالظبط كده، تمام. وما هنا مش بنتكلم ان احنا ما يبقاش فوارق، بس تبقى فوارق ايه منطقيه عشان ما يبقاش في يعني يبقى في توازن يعني. فاحنا عشان التبرع والزكاة الزكاه، الالتزام بالزكاه والتبرعات، تمام. ايه تاني؟ الصدقة الصدقه. الحلول كلها للفقير. طب ما فيش حاجه على الغني، على للغني ما فيش حاجه على الفقير يعملها او للفقير نفسها؟ يعني مثلا ممكن رفع مستوى المرتبات للفقراء. طيب وايه اثر ده؟ أثره هيكون في توازن أو تمام، يعني بين حقق التوازن في المجتمع. تمام، شكرا يا سارة. يلا يا يسر قريت صح؟ أو يارا قريت يا يارا؟ لا اقري يا يارا. يا معلش قريش لا أنتم لازم اقرا العنوان يا جماعه، لازم اقرا العنوان عشان اعرف ده عصر ايه، جاهلي ولا اسلامي ولا مين اللي بيتكلم، لازم اقرا العنوان. يلا حط خط هاشم بن عبد مناف أهل قريش قال يا معشر قريش أنتم جيران، أنتم جيران بيت الله، أكرمتم أكرمتم. أي أكرمتم بولايتي ولايتكم وخصم وخصكم بجواره. اخرجوا ادخلوا تاني على نفس اللينك بلاد بسرعة شوية، نخرج وندخل تاني على نفس اللينك.